السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مواطن غير على الوطن ديالو. جينا اليوم نهضروا بالضبط في المنطقة في الطريق ديال الكركو اللي غادي للكركو بالضبط دواري من لاحن. ألا وهو كاين واحد الشخص دار واحد السكنة تما في وسط الطريق. لما كتمشي سميتو الترافوبليك الغرفه ديال الاقليم الموده ديال الاقليم ديال الناظور ديال الطرقان تيقول لك تعبر من وسط الطريق 10 متر وراه كله من الطريق حتى الطريق راه ما فيه 10. هو جا في وسط الطريق دار السكنه حتى واحد ما تحرك. انا تنسال الرئيس الدائره لان لما مشيت واحد المره عند الوكاله الحضاريه راه عندي الرساله من بعد نعطيها لك. قالوا لك سيدي خصك تمشي للرئيس الدائره، حنا رسلنا الرئيس الدائره. واش عباد الله السيد العميل المحترم، انا نناشد جميع المسؤولين تنقول واش تما الا كانت السكنه عجبنيهم الحال يخليوه عشوائي في وسط الطريق. واحد الخطوره واحد الدوره واحد الدوره اش غادي نقول لك، خطيره جدا. ولهذا انا كنحمل المسؤوليه للمسؤولين كاملين. هذاك الشيء راه لا يعقل الانسان يسكت عليه. راه تشوفوا في الفيديوهات والتصاور كل شيء واضح، راه ماشي كاينه شي حاجه مخبيه ولا. راه تنقول له الحقيقة دائما أكرر وأقول الحقيقة، ما كاينش شي حاجة من غير الحقيقة. هاد الشيء اللي دار هاد الشخص في الوسط الطريق راه ممنوع عشوائيا في الوسط الطريق وكل شيء تيعرفوه. ما كاينش ترخيص ديال السكنة، ما كاينش ترخيص ديال السكنة، ما كايناش. وإلا كاين الرخصة ديال هذاك المكان، هذه راه مهزلة، هذه مهزالة، ورا غادي نوصلها تنصحب الجلالة أعلى سلطة في المغرب، غادي نوصلها لذاك البلاصة. راه ما غاديش نسكت عليها، راه ما يمكن لياش، راه ما يمكن لياش نسكت. الدورة خطيرة فيها السكنة في وسط الطريق، باش يجي يقول لي شي واحد حيد بني على الطريق ولا راك باني شي باني في الواد شي باني في سميتو شي سد الطرقان شي سد الويدان شي سد. اش هذه المصيبه توقع لبلادنا؟ اش وقع لبلادنا؟ هذيك المنطقه راه خطيره، عرفتي راه واحد الدوره باش دير فيها انت السكره، باش زعما في الاول دير تما دير براكه باش تبيع فيها شي حاجه ولا تبيع فيها الحلوه ولا شي حاجه، ومن بعد دير فيها السكره تبقى تعرض وتبقى دير لا تيراسات وتبقى دير داك الشيء. راه ما يمكن لياش نسكت انا اولد عمي، راه ما يمكن لياش نسكت على هذا الشيء. ولهذا احمل المسؤوليه المسؤولين كل واحد بسميتو هذاك الشيء، راه ما نسكتش عليه، راه غير نساو باش زعما نسكت ولا يسكتني شي حد على شي حاجه اللي باني في الواد ولا في الطريق. اللي سد الواد واللي سد الطريق، انا ما كنهضرش على البوبريه اللي ما عندهمش اللي دار البيت باش يسكن فيها في الارض ديالو، ما كنهضرش انا على هادو. باش يقول هذا السيد هذا مالو راه مالو مع سميتو مع الفقراء داك الشيء، لا سيدي حاشا ولله يرضى، انا مع الفقراء، والله يقتلنا في وسط الفقراء، احنا مع الضعفاء. ولكن باش تجي تسد لي الطريق ولا دير لي الخطوره في الطريق ولا تشد لي الواد، هذه ما نسكتش عليها، هذا راه ما يمكن لياش. فهمتي؟ شي قاطع قنطره في الطريق في الواد، شي دار لك سميتو غلق الواد، شي باني في الطريق، اش هذه المصيبه؟ اش هذا وين الكحل؟ واش حنا ما كنشوفوش؟ ولهذا احمل المسؤوليه كامله للمسؤولين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.